بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الرواق الذي ينظر في قضايا التعليم ومشاكله في بلدنا. لقاؤنا هذا اليوم أيها السادة المشاهدون يتحدث عن أحد أنظمة التعليم المعروفة في العالم، إنه نظام الفصل الدراسي وما فيه أو ما يعرف بنظام السمستر وما فيه من مزايا وعيوب، حيث كان التعليم قديما يمتد على طول السنة باستثناء بعض الإجازات الأسبوعية أو الموسمية، ثم كانت تجربة العام الدراسي الذي يبدأ مع الخريف وينتهي بامتحان أخير يشمل كامل المنهج في نهاية فصل الربيع، وبعدها جاءت تجربة حديثة من تجارب التعليم هي تجربة الفصل الدراسي، وهو نظام معاصر وصل إلى بلادنا في الربع الأخير من القرن العشرين، فوجد قبولا أو رفضا من رجالات التعليم لاختلافات ثقافاتهم ومدارسهم. وسنتعرف في هذه الحلقة بإذن الله تعالى على مزايا هذا النظام وعيوبه وانعكاسه على واقعنا، وفي التقرير التالي عرض لوجهتي النظر تنتصر أحدهما لنظام الفصل وتنتقده الأخرى لكثرة عيوبه. يرى بعض الدارسين أن الفصل الدراسي ذو تأثير سلبي على التحصيل العلمي للطلاب، فهو يتكون من 16 أسبوعاً بمعدل 6 أشهر تقريباً في كل سنة، تخصم منها العطلات الرسمية، ويتخللها في غالب الأحيان امتحانان نصفيان أو امتحان وورقة عمل، ويختم الفصل بامتحان نهائي يستغرق مدة 3 أسابيع، أسبوع للامتحان النصفي وأسبوعان للنهائي، وتتوقف الدراسة قبله أسبوعاً آخر استعدادا للامتحان، وأسبوعين تقريباً يمثلان العطلة النصفية. فإذا قارناه بالعام الدراسي القديم خلال 50ينيات و60ينيات القرن الماضي، نجده يستمر على مدى 9 أشهر كاملة، أي بزيادة ثلث العام الدراسي، وهو فارق كبير إذا أضفنا إليه قلة العطلات الرسمية في تلك الفترة، وذلك ما يجعل التحصيل العلمي أكثر وأعمق في نظام العام الدراسي. هذه وجهة نظر، ويضيف أصحابها أن سيمستر نظام أمريكي توزع فيه السنة الدراسية إلى سيمسترين رئيسيين مدة الواحد 18 أسبوعا، أي أكثر من النظام المتبع عندنا بأسبوعين لكل سيمستر، وذلك بزيادة شهر دراسي آخر، وهو قدر غير قليل مع توالي السنوات. وفي المقابل فإن المنتصرين لنظام الفصل الدراسي يرون أنه نظام عالمي جديد يقتل الرتابة التي كانت في العام الدراسي الطويل، ويوزع المعلومات على نصفي السنة، بحيث يشعر الطالب أنه حقق نجاحا في كل فصل بانتقاله إلى الفصل الآخر، كما أنه يتحصل على مواد دراسية في مجموع الفصلين أكثر منه في نظام السنة الواحدة، وأن هناك في هذا النظام حيوية وتغييرا في الأساتذة والمواد والفصول الدراسية، وهو ما يجعل الدراسة أكثر جاذبية من الاستمرار على حالة واحدة طوال العام. ويعتمد نظام الفصل الدراسي على رغبة الطالب في إنزال المادة العلمية التي يريد دراستها وحذف المادة التي يرى أنها غير مناسبة له في فصل من الفصول، وهو ما يجعله أكثر إقبالا على المواد التي سجلها. مرحبا بكم من جديد. يسعدني أيها السادة المشاهدون أن نناقش هذا الموضوع اليوم مع أستاذين فاضلين من أساتذة الجامعة طرابلس، أولهما الدكتور محمود فتح الله عميد كلية التربية بن بشير والناطق الرسمي باسم جامعة طرابلس، والأستاذ الفاضل العزيز دكتور ساسي سعيد رئيس قسم اللغة العربية بأكاديمية الدراسات العليا ورئيس قسم الجودة بكلية اللغات. مرحبا بكم أساتذة. أهلا بكم دكتور محمود. أبدأ بك أولا، أسألكم عن بعدما استمعتم إلى التقرير، ما رأيكم وما تعليقكم عن وجهتي النظر في ذلك في هذا التقرير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد،
لفرصة طيبة أن ألتقي أو ألقاكم في هذا البرنامج المتألق برنامج رواق، وبصحبة زميلي الدكتور ساسي سعيد في لمناقشة هذا الموضوع المهم، وهو موضوع الفصل الدراسي ومزاياه وعيوبه إذا قارناه بنظام السنة. طبعا لا يخفى على كريم علمكم أن نظام الفصل الدراسي يقوم على تجزئة العام الجامعي إلى جزئين، وقد انطلق هذا النظام لإمكانية الاستفادة القصوى من عنصر الزمن. صحيح أنه يتطلب مجموعة من الإمكانيات والاستعدادات المسبقة، لكنه نظام يكفل لنا السيطرة على المدة الزمنية وعدم التفريط في 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 أيام العام الجامعي التي يجب أن تكون محدودة. نظام الفصل الدراسي يقوم على أو يتميز بجملة من الخصائص التي ميزته عن نظام السنة. من بين هذه الخصائص وهذه الميزات أنه بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من عامل الزمن، في أنه يمكن الطالب من التنويع في مواده، يمكن الطالب من عملية تنزيل المواد واختيار ما يروق له تقريبا هذه يعني كخصيصة وخصيصة مهمة لهذا النظام. نعم. ننقل السؤال عينه وذاته للدكتور ساسي، فما رأيكم في وجهتي النظر في هذا التقرير؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الدكتور كمال عبد الحميد الرام على استضافته في هذا البرنامج، وأشكر زميلي وأخي الدكتور دكتور محمود فتح الله في هذه الصحبة المباركة، ونأمل أن نقدم ما يفيد طلابنا والمشاهدين حول هذا الموضوع وهذا التنوع التعليمي الذي سار وفق ما تتطلبه مراحل التطور. صحيح أن سرنا في فترة من الفترات وقد أخذنا هذا الموضوع من جامعات ومدارس سبقتنا، وهو نظام السنة الدراسية. ونظام السنة الدراسية كان ناجحا في زمنه، وأخذ من الوقت ما وجب أن يتغير، وهذه طبيعة التغير في الحياة. لا نستطيع أن نبقى في حالة واحدة حتى لا تحدث أشياء غريبة وعجيبة. فانتقلنا إلى الاستفادة من النظم الجديدة، وهو نظام الفصل الدراسي، أو ما يعرف عند العام الطلاب وفي الجامعات بنظام السيمستر، وهي كلمة غربية. نظام السنة الدراسية هو نظام، نستطيع أن نقول نظام إجباري، توضع المناهج توزع على 4 من السنوات إذا كنا في كلية من الكليات، ومطلوب من الطالب أن يدرس هذه المواد الإجبارية ويخرج منها في نهاية المطاف بدرجة علمية في الليسانس أو البكالوريوس. لكن هذا النظام فيه الآن، نقول أنه فيه عيوب، ولكن في زمن ليست فيه عيوب، لأننا نحن الآن نقارن بين نظام حديث ونظام قديم. عيوب هذا النظام أنه يهمل إمكانية التفكير والاختيار للطالب، فالطالب لا يستطيع أن يختار لأنه أجبر على أن يسير وفق هذا النظام. ولكن أيضا هناك ميزة، المدة الطويلة التي يقضيها الطالب في دراسة المواد الدراسية تعطيه مجالا واسعا للاستفادة من المنهج العلمي المطروح، وهذه الاستفادة بالخصوص في مجال ورقات العمل أو البحوث المطلوبة في المادة الدراسية، فيستطيع أن يأخذ وقت طويل في البحث الدقيق والتقديم البحث الجيد. وكثير من بحوث الطلاب في نظام السنة تصل إلى مرحلة متقدمة جدا من الأداء والإبداع.
هذا امر، لكن طبيعه الموضوع ان ننتقل الى الفصل الدراسي، لكن هل الانتقال الى الفصل الدراسي يجعلنا نوفق فيه ام لا؟ نحن الان في كل معظم جامعاتنا هو نظام الفصل الدراسي، نحن نحبذ هذا النظام، وهو كما قال الاستاذ الدكتور محمود هو يعطي فرصه للطالب لان يتمكن من مادته، والوقت الضيق يجعله يتمرس في هذه المادة، لكن هناك إمكانيات كثيرة. هذه الإمكانيات الكثيرة يجب أن تتوفر مع نظام الفصل الدراسي. نحن أخذنا نظام الفصل الدراسي، لكن هل وفرنا هذه الإمكانيات أم لم نوفر هذه الإمكانيات؟ على سبيل المثال ونقطة واحدة قد لا نستطيع أن لا نريد أن نطيل في هذا، لكن واحدة فقط لازم نقولها. نظام الفصل الدراسي هي مجموعات، المجموعات يفترض أن تكون صغيرة، يعني المجموعات الصغيرة يستطيع أن الأستاذ أن يحيط بهذه المجموعة وأن يستمع إليها وأن يحاورها وأن يقدم لها مادته العلمية. لكن الآن العيب الذي نلاحظه الآن نظام الفصل الدراسي هي مجاميع، يعني المجموعة الواحدة تصل إلى أكثر من 100 طالب، بل تصل إلى 400 طالب، وهذا لا يتفق مع نظام الفصل الدراسي. سنتحدث عن نظام الفصل بكل تفصيلات إن شاء الله، وسنصل إلى هذه النقطة بحول الله تعالى، ولكن نبدأ الآن في طرح بعض الأسئلة هكذا والاستفسار عنها منكما أستاذ العزيزين. نعم، نبدأ بدكتور محمود. نقول هل يصلح نظام الفصل الدراسي لكل التخصصات العلمية سواء كان علوم إنسانية أو علوم تطبيقية أم لا؟ حقيقة اسمح لي أستاذي العزيز أن أقول الآتي، أنه لا فرق بين ما هو بما يسمى بالعلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية، إلا الفارق في المنهج و النوع المقرر للدراسة وماذا يعطى له في هذا المقرر. كما نعلم جميعا أن العلوم إما أن تكون معارف أو تكون صناعات، وسواء كانت هذه أو تلك فلا اختلاف بينها إلا في المنهج. فما يصلح لأن يكون في المواد أو في المقررات التطبيقية أو في التخصصات العلمية يصلح أن يكون في العلوم الإنسانية. أنا أعتقد أن فكرة الفصل الدراسي هي فكرة يعني انطلقت من التربويين على وجه الخصوص، في أن المادة الدراسية أو المقرر الدراسي يعني لكي نتحصل على نتيجة جيدة فلا بد أن يكون المقرر الدراسي مرتبط أوله بآخره، بحيث أنه لو طالت هذه المدة أحيانا، نحن نعلم أن الذاكرة الإنسانية محدودة جدا، وإذا طالت هذا الكم الدراسي على مدار عدة أشهر يعني تفوق لأربع أشهر، ربما هذا يحدث نوع من يعني نوع من الفاصل بين أول المقرر وآخر المقرر. في الفصل الدراسي نستطيع أن نتحكم في هذا المقرر بحيث أن يرتبط أواخره بأوائله وربما نتائجه بفرضياته. فالآن هذه ليست فقط هي استفادة من العنصر الزمن فقط، وإنما أيضا الاستفادة من الكم التراكمي الذي يعطى للطالب في هذا المقرر، بحيث أن آخر درس يعطى للطالب ربما يكون هناك يعني أشياء تشير إلى أول الدرس ويستفاد منها في آخر الدرس، فتصبح العملية مترابطة وقريبة. لكن من هناك كثير من الأساتذة الآن، طبقة كبيرة منهم، يشتكون من أن نظام الفصل الدراسي لا يعطيهم الفرصة الكافية لمنح الطلاب المادة العلمية المقررة، ونحن ربما يعني نستطيع أن نبرز بعض أقوالهم في هذا الأمر. يقولون الآن الخريجون الآن ليسوا على كفاءة عالية في العلوم الإنسانية، الخريجون الآن لديهم ضعف في التحصيل العلمي. عندما نسألهم عن هذا الأمر يوكلون لهم مجموعة من الأمور طبعا. نعم، لا نعم. ولكن من أهمها يقولون أن نظام الفصل الدراسي في حقيقته نظام معقد هو جيد في ذاته لو طبق بحذافيره. نعم، هذا كلامه. نعم، ولكن حقيقته أنه لا يطبق الآن. نعم، أنا سأبتدي من أين انتهيت أستاذي الكريم. هم نعم يشتكون من ضيق الوقت في الفصل الدراسي، وهذا
لا يعني مرجع هذه الشكوى مصدرها ليس الخلل في النظام الدراسي، وانما كل العمليه تتركز في توزيع هذه المقررات على ذلك الفصل الدراسي. نعم، اذا وضعنا اكثر من 6 مقررات وسبع مقررات في فصل دراسي واحد لا يمكن أن يتأتى هذا، وإنما الفصل الدراسي يتيح للطالب أن يتعرض للمعلومة أو يتعرض للمقرر الدراسي أو للمحاضرة أكثر من مرة في أسبوع واحد، بينما نظام السنة لا يكفل للطالب إلا يعني الاستماع إلى محاضرة في كل أسبوع. يعني لا يعني هذا أن نظام هؤلاء الذين يشتكون من النظام من نظام الفصل وعيوب نظام الفصل وكيف أنهم لا يجدون نفسا في نظام الفصل هو ليس الخلل في الفصل نفسه، وإنما الخلل في تلك التوزيع، ان شئت قلنا التوزيع الجغرافي للمقررات الدراسية. لكن التوزيع الجغرافي لهذه المقررات لم يختلف منه، هو نفسه نظام السنة وزعت فيه المواد، ونحن الان نتكلم عن شيء واقعي ملموس. التوزيع نفسه، الكتب المناهج نفسها، يعني على سبيل المثال المادة في نظام السنة بدل أن تدرس في سنة كاملة قسمت على 1 و2 على مدى فصلين دراسيين، هي لم يكن هناك اختلاف. نحن نشتكي من هندسة الفصل الدراسي. الفصل الدراسي نظام عالمي بدليل أن كل الجامعات العالمية الآن تتجه إلى ذلك، هناك من اتجه إليه منذ سنوات، نحن الآن نخطو الخطوات الأولى وما زلنا في البدايات في استخدام هذا الفصل، لكن الخلل ليس في الفصل الدراسي وإنما الخلل في هندسة هذه الفصل. دكتور محمود، يعني سأبدأ من حيث وقفت، قلت أننا كيف بدأنا الآن في الخطوات الأولى. نظام الفصل الدراسي في بعض الكليات كالهندسة وغيرها قديم جدا، يعني من بدايات الجامعة، من بدايتها، وكثير من الكليات العلمية بدأت سنة 2005 بالضبط، بدأ نظام الفصل الدراسي من 2005 إلى 2015، هذه الفترة الطويلة 10 سنوات، هل تكفي إلى أن يصبح هذا النظام نظاما؟ نعم، حقيقة أنا في كلية العلوم وفي كلية الهندسة عندنا في جامعة طرابلس، وأنا أشيد بالقائمين على هاتين الكليتين، قد خطوا خطوات وصاروا أنموذج يحتذى، ليس على المستوى الليبي فقط، وإنما حتى على المستوى الدولي. فهم يتقنون توزيع أو هندسة هذه الفصول، بينما هذا الأمر لا نراه جليا في مثلا عندنا في كلية التربية أو في كلية الآداب أو في كلية اللغات، لأننا ما زلنا يعني ما زلنا نخطو الخطوات الأولى. ولربما إذا امتثلنا الخطوات التي صارت بها كلية العلوم على سبيل المثال، وهي أقدم كليات جامعة طرابلس، لعلنا نصل إلى جني ثمرة الفصل الدراسي. نعم. والتمتع بمزايا. نعم دكتور. دكتور ساسي، عفوا، هل يصلح نظام الفصل الدراسي لقسم اللغة العربية التي ترأسونه مثلا بحالته الحالية، أم أن لديكم تعليقا آخر حول هذا الموضوع؟ كمثال، يعني هو تكلم عن اللغة العربية وأنا أتكلم على أن أريدك أن تتكلم باسم كلية الصيدلة وباسم كلية الطب وباسم كلية القانون، يعني في كل الكليات. نعم، في الحقيقة يعني مع احترامي لرأي الدكتور محمود، الدكتور محمود نسي أن كلية التربية كان فيها نظام الفصل القديم. نعم، يعني أنا نسيت هذا الأمر. ليست كلية العلوم فقط وكلية الهندسة فيها نظام الفصل، وإنما أنا درست في كلية الآداب من 81 إلى 84. كان في كلية الآداب في جامعة بنغازي نظام السنة، وكان في كلية التربية جامعة طرابلس بقسميها العلمي وقسم الأدبي كان فيها نظام الفصل الدراسي. نعم، لكن الإشكالية ليس في طبعا نحن نشيد كما قال الدكتور محمود بكلية العلوم وكلية الهندسة في مسيرتهم هذه، لأن هاتين الكليتين مستقرتان، استقروا في المكان
استقرارهم في المكان واستقرارهم في الاسم. الاسم لم يتغير، كلية الهندسة وكلية العلوم، كلية الهندسة لم يتغير اسمها إلا مرة واحدة فقط، من كلية الدراسات الفنية إلى كلية الهندسة، وكلية العلوم لم تتغير. فمقرها وإداراتها ومكاتبها ما زالت باقية، وهذا الأمر ساعد على الاستمرار والتطور. النقطة الأساسية في هذا بغض النظر عن قسم اللغة العربية أو قسم الجغرافيا، هي هو نتكلم على المسألة بعمومها. نعم. المشكلة في هذا هو تطبيق المعايير، هل تطبيق المعايير ومراقبة هذه المعايير؟ لا توجد مراقبة، رغم أننا في جامعة طرابلس قد أسسنا مكتب إدارة كبرى للجودة ومتابعة العملية التعليمية والبحث عن الأسس السليمة لإنشاء مؤسسات علمية تتفق مع المنظومة العالمية في التعليم، لكن من حيث التطبيق لم نجد، وأنا أحد أعضاء مكتب الجودة في الجامعة، لم نجد تجاوبا من لا أريد أن أحمل مسؤولية أحد، ولكن ليس هناك تجاوب في إعطاء القدر الأكبر لهذه الإدارات لكي تتابع هذه الأنظمة. نعم. يعني في ايضا اضافه الى نفس الاتفاق مع الدكتور محمود بان نظام الفصل يكون صح ان يكون في اي قسم من الاقسام، لكن هناك مشاكل. ما هي نريد ان نتكلم عن المشاكل. نعم. اذا كان باعتبار ان هذا النظام قصير الزمن لابد ان يكون مكثفا في كل شيء، وهذا التكثيف يحتاج طبعا، بالرغم نحن نعرف ان نظام الفصل فيه مرشد اكاديمي، وهذا المرشد الاكاديمي يقوم بمتابعه الطلاب وتوجيههم الى الطريق الصحيح لاختيار المواد. نحن نعرف ان نظام الفصل هو ينتقل فيه الطالب من فصل الى فصل اخر وفق المتطلبات التي يتطلبها الفصل الثاني، لكن هناك اشياء اهم من هذا كله. المكتبه، هل توجد مكتبة متقدمة في القسم ثم في الكلية ثم في الجامعة كي نجد نضع هذه البيئة؟ أيضا المنظومات الحديثة السريعة، نحن الآن عندما ندخل في كلية من الكليات الجامعية حتى في جامعة طرابلس التي نعتبرها نموذجا، لا تجد المنظومات الحديثة، يعني لا تجد التواصل بين المكتبة الإلكترونية، لا تجد التواصل بين المكتبة والمكتبات الدولية. هنا محتاج أنت إلى أساتذة، ليس بالضرورة أن يكونوا أساتذة ليبيين، محتاج إلى التواصل مع الأساتذة في الخارج، غير يعني حتى تطعم العملية التعليمية كي تراقبها وكي تستطيع أن تصل بها إلى الحد الذي تطلبه. إذن هناك عيوب في نظام الفصل الدراسي، من بينها قصر الوقت. هناك هو تطبيق، هو نظام الفصل جاء بمنظومته الكاملة. نحن نريد لو وضعنا هذه المنظومة الكاملة لنظام الفصل وطبقنا هذه المنظومة الكاملة لنجح نظام الفصل. لكن الآن مثلا على سبيل المثال الكتاب، يعني الكتاب الجامعي دكتور الكتاب الجامعي ليس موجودا نهائيا، ليس متوفرا. نعم دكتور، أنا أريد أن نتكلم فقط على تفصيلات نظام الفصل في ذاته، للتقسيمات الإدارية وغيرها. هذا ما نريده الآن كي ننتقل يعني في برنامجنا إن شاء الله نقطة نقطة. الآن نتكلم عن نظام الفصل الدراسي، هو لدينا تصوير لهذا الأمر، أن نظام الفصل الدراسي لديه 16 أسبوع. هذه 16 أسبوع منها أسبوع لإنزال المواد، منها أسبوع لأسبوعان للامتحانات النصفية حسب اللائحة 501، وأسبوعان للامتحان النصف الثاني، وربما يستطيع أن يستغني عنهما الأستاذ بورقة عمل. لدينا أيضا أسبوعان امتحان في الامتحان النهائي، وأسبوع قبله للمواد العملية. لا ليس ليس هذا ليس صحيح، هذا موجود في اللائحة دكتور، هذا في اللائحة ليس من منظومة الفصل. عندما نقول 16 أسبوعا 16 أسبوعا دراسيا بما فيه هذا غير موجود بما فيه الجامعة، الامتحان النصفي لا دكتور، تنزيل المواد لا يدخلون دكتور. في اللائحة 501 تفصل، وهذا الأمر موجود في اللائحة 501، أن هناك أسبوع لإنزال المواد، أن هناك أسبوعان للامتحان النصفي، أن هناك أسبوعان للامتحان النهائي، أسبوع للامتحانات العملية، كل هذا. أنا أتكلم عن الجامعة ككل. إذا يا دكتور، نعم.
دكتور يا دكتور كمال. نعم. هذا التوصيف الذي ذكرته، نعم، لو وضعناه تحت معايير الجوده لوجدناه خارج عن منظومه الفصل، لانه ضيع الوقت في تنزيل المواد، ضيع الوقت في اسبوعين الامتحان. هذا ما اردنا الوصول اليه. هنا الحقيقه ان الذي يدرسه الطلاب من لو طبقنا النظام هكذا بحذافيره، هنا لا نريد ان نتكلم عن الاجازات مثلا الاعياد، لا اريد ان اتكلم عن الاجازات كذا، هذه تاكل من وقت كثير، ولا نريد ان نتكلم عن الاشياء الطارئه، ولكن عندما نتكلم عن نظام الفصل الدراسي فهو 8 أسابيع كحد اقصى، عندما تقسمها 8 أسابيع، هل 8 أسابيع، وانا انقل هذا السؤال للدكتور محمود، هل 8 أسابيع تكفي حسب اللائحه من لي دراسة الموضوعات العلوم الإنسانية؟ لماذا تكلمت في بداية الحلقة؟ لأن العلوم الإنسانية فيها كم كبير، نحن الآن أساتذة وندرس هذه العلوم، نتكلم عن الآن من جانب التخصص علوم الأدب الجاهلي، الأدب كذا، مواد القانون كذلك كثيرة، كتب القانون كثيرة، هل 8 أسابيع تكفي الطالب أو الأستاذ لتدريس هذه المواد؟ أنا قبل الإجابة أود التعقيب على زميلي الدكتور ساسي، وهو أن صحيح أن كلية التربية أقدم من كلية العلوم، لكن أنا قصدت عندما أشدت بكلية العلوم وكلية الهندسة في أنها سارت أو اعتمدت المنهج الفصلي ونجحت فيه، بينما كلية التربية وأنا يعني هنا عميد لكليتها يعني حقيقة لم ننجح بعد في 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 هذه المسألة. ثم التصحيح الثاني أن أسبوع يعني هي الفصل الدراسي 16 أسبوعا، نعم، لكن لا يدخل فيها تسجيل المواد، ما يعرف عند الطلاب بتنزيل المواد، 14 أسبوعا، ومن بين هذه الأربعة عشر 16 أسبوعا 14 أسبوعا للمحاضرات وأسبوعان فقط للامتحانات. والامتحانات النصفية لا تتوقف فيها دكتور الامتحانات؟ الامتحانات لا، غير ليس هذا موجود في 501، نعم، ليست محسوبة الامتحانات النصفية من ضمن، هم أشاروا إلى فقط إلى الفصلين الدراسيين، فصلين الدراسي أسبوعين، أسبوعين الامتحانات. نحن لا نريد أن ندخل في جدال في هذه، لكن مسألة مسألة الأربعة عشر ليس جدالا دكتور، نعم. هي اللائحة دكتور، اللائحة واضحة، تتوقف الدراسة في الامتحان النصف الأول والامتحان النصف الثاني حسب رغبة الأستاذ، لو رغب الأستاذ توقف الدراسة فيها حسب يعني المادة. لنمرر هذا لأجيبك عن نعم. عن السؤال، نعم. وهو هل هذه 8 أسابيع، نعم، لا ليس 8 بل 14 أسبوعا للمحاضرات، وأنا مصر على هذه، وقد طبقت في كلية التربية قصر بن غشير بحذافيرها. صحيح أننا سمعنا بأن هناك كليات تقدمت في امتحانات، لكن أنجزنا 14 أسبوعا كاملا، وعوضنا حتى يعني تركنا أسبوعا لتعويض المحاضرات في نحن لا نتكلم دكتور، أنا لا نتكلم عن كلية واحدة، نحن نعم نتكلم أنا كما نتكلم على كليات كمثال. فالآن تتوقف عملية الاستفادة من هذه الأسابيع التي بين قوسين يعني تصفونها بأنها قليلة، على ماذا؟ على براءة الأستاذ فيها، على كيفية توزيع المفردات المقرر داخل هذه الأسابيع. فإن أجاد، وأنا مصر على كلمة هندسة، إذا هندس الأستاذ المقرر هذا المقرر ووزعه توزيعا جيدا على الأسابيع، أنا أراها جد كافية. أنا دكتور أنا يعني عندما أتينا بالموضوع درسنا كثير من الكليات ووجدنا فعلا باللوائح والقوانين وما تطبق على أرض الواقع أنها لا تتجاوز إذا طبقوا 8 أسابيع من الدراسة، ناهيك عن كثير من الأمور من بينها ضياع الإجازات العطل والأعياد. الحقيقة أن طلابنا يتخرجون من دون معلومات، هذا ما حركنا نحو هذا الموضوع، أن طلابنا يتخرجون دون مادة علمية كافية، ثم نشتكي نقول لماذا هذا الضعف؟ هذا الضعف نتيجة لعدم، وأشيد هنا بالتعليم في ليبيا في السابق، ربما يقال عنه أن تعليم يعني كلاسيكي أو كذا، وإنما كانت الدراسة 9 أشهر متصلة، 9 أشهر تكفي الطالب لأن يأخذ. لا بأس إن أردت أن تحور نظام الفصل الدراسي كما حورته حضرتك الآن، قلت أنه يمكن 14 أسبوعا كاملة للدراسة، أنا أضم صوتي إليك، ولكن الحقيقة حقيقة الكليات ليس هكذا، حقيقة أن من 8 إلى 10 الفصل هكذا، لا يعني لا نحسن استعمال الفصل، فليس هذا عيبا في الفصل، نظام الفصل نظام
إذن عالمي ناجح، والدليل على أنه ناجح أن كل جامعات العالم المرموقة والتي تخرج كبار الباحثين تعتمد هذا. لماذا لا لماذا لن ينجح هذا النظام في كليتنا؟ هذا هو مربط الفرس كما يقولون. هنا عدم إجادتنا في استخدام عدم استخدام الفصل استخداما صحيحا وضعف بعض الإمكانيات تجعلنا في هذا المأزق. ثم أضف إلى هذا أن بعض الأمور التي يعني الظروف التي قد تحدث بين الحين والآخر، يعني لأن نظام الفصل نظام نعم يعني محسوب نعم بالساعات، فإذا نعم تأخرنا ساعة فربما هذا نعم يؤثر. نعم الآن نكمل النقاش بإذن الله حول هذا الموضوع، ولكن بعد هذا الفصل القصير الأساتذة الأكارم، فاصل قصير ثم نرجع، فابقوا معنا. يمكنكم متابعتنا على facebook.com/tanasah tv أو على twitter.com/tanasah tv، أو يمكنكم مشاهدتنا على قناتنا في اليوتيوب مؤسسة التناصح. مرحبا بكم أيها السادة المشاهدون من جديد. سنكمل بإذن الله رحلتنا في حول موضوعنا نظام الفصل الدراسي، مزايا وعيوب. نتحول الآن للدكتور ساسي في سؤال قصير هكذا سألناه لزميلنا، هل يصلح نظام الفصل الدراسي هذا هنا لتدريس المواد في المواد العلوم الإنسانية تحديدا أم لا؟ إجابة قصيرة دكتور لو سمحت في هذا الموضوع. يصلح لكن لابد من التوضيح، يعني ليس لا بأس، لابد من التوضيح. يصلح متى؟ يصلح متى يصلح؟ إذا التزمنا بالوقت الذي وضعناه لنظام الفصل كما قال دكتور محمود، نحن لدينا زمن، وهذا الزمن هذا الزمن نعم يجب أن نلتزم به. أما أن تدخل أمور أخرى دخلت علينا فوضى أخرى، يعني أشكال من الأشياء التي لا نستطيع أن نتكلم عنها الآن، فهذا ليس في نظام الفصل، هذا اختراق. فهذا الاختراق هذا مؤقت، لنعتبر أنه مؤقت. عشر سنوات دكتور، عفوا، عشر سنوات مؤقت؟ ليس، لا لا لا، كانت سنوات في سنوات في بعض الكليات. لا لا، عشر سنوات دكتور، لا أتكلم عن سنة أنا لا أتكلم عن سنة 1980 العصور الذهبية ما قبل الثمانينات، أنا أتكلم عن 2000. من سنة 2005 طبق هذا الأمر، من سنة 2005 في أغلب الكليات، إذا لم أخطأ كل الكليات، من سنة 2005 إلى سنة 2015، ألا يكون وقتا كافيا لنتدرب تدريبا جيدا؟ جميل. هذا الأمر إذا كنا نسير إلى الأمام، نحن لا نسير إلى الأمام، وهذه المشكلة. نحن لا نسير إلى الأمام. نعم. إذا قسنا العملية التعليمية الآن في نعم جامعاتنا في هذا الوقت في الـ في الـ في العشر سنوات هذه، في العشر سنوات حتى حسبها من نعم من 2005 باش نقولوا 2000 وكذا، وحسبناها بعشر سنوات قبلها، نجد أن المستوى يعني تأخر. لماذا تأخر؟ يعني لأن على سبيل المثال، يعني الآن لو دخلت معامل كليات العلمية، لو دخلت المعامل أو لو دخلت مكتبات الكليات العلوم الإنسانية، لن تجد كتابا حديثا، أو لن تجد معملا أو معدات هذه عيوب حتى وإن وجدت، عفوا، حتى وإن وجدت، حتى وإن وجدت دخلها الفساد الإداري. إذا المسألة مش في تطبيق، ليست في تطبيق نظام الفصل، وإنما المسألة في من يطبق هذا نظام الفصل الذي إذا أجبت عن سؤالي دكتور، في إذا أجبت عن سؤالي، لا يجب أن لا هل يصلح في هذا الفصل في هذا الوقت؟ يجب أن نطبق نظام الفصل، ويجب أن نصر على تطبيق معايير، يجب أن نصر على المعايير، هذه المعايير العشر سنوات المعايير نطبقها. المعايير موجودة، هذه المعايير موجودة في منظومة طويلة نعم يراقبها رئيس الجامعة، تراقبها مكاتب الجودة. ننتقل تريد عقيبة قبل نعم عقيبة، هو يعني حقيقة يعني ربما يعني نحن أمة خسرت كثيرا، يعني خسرت زمنا ليس بالقصير، فلا بد من الاستفادة من الزمن، والذي يعني أولى
الأمور بالاستفادة بالزمن هي مجال التعليم. يعني أنا يعني أكاد أذهب يعني لابد أن ندرس بدل الفترة فترتين حتى في مراحل الابتدائية ومراحل الإعدادية. نعم. فنظام الفصل الدراسي سيمكننا من الاستفادة من الزمن، وربما نستطيع وقته أن ندرس السنة كاملة، يعني بالإضافة إلى فصل الخريف وفصل الربيع أن نضيف فصلا آخر، فصل الصيفي. هل تسألني سؤالا واحدا فقط؟ إذا أريد أن أسألك، هل يمكن إدخال تعديلات في نظام الفصل الحالي؟ أنا أتكلم عن الواقع، هل يمكن هذه أمنيات، ما نتكلم عنها الآن أمنيات، نريد هل يمكن إدخال تعديلات حقيقية أم لا؟ أنا ما زلت اسمح لي أن أكرر الإشادة بكلية الهندسة وبكلية العلوم عندنا طبقت نظام الفصل واستفادت منه، يجب أن نسحب هاتين التجربتين على بقية الكليات. الإشكالية دكتور في دكتور لا يمكن سحبها على العلوم الإنسانية. لا، أتفق معك في التفريق بين ما هو إنساني وما هو تطبيقي. يختلف الآن دراسة القانون هل تشابه دراسة العلوم التي فيها جانب تطبيقي وجانب دراسي فقط؟ لا هل يمكن أضعها في سلة واحدة كلها؟ نعلم أن العلوم تختلف في مناهجها، تختلف في موادها، تختلف في مقرراتها، ولكن على التطبيق. أيضا في العلوم التطبيقية هناك ما يعتمد على التطبيق العملي، على المعرفة إذا صح التعبير، على المعرفة، وهناك ما يعتمد على الصنعة، مثلها كذلك عندكم في اللغة العربية، يعني هناك النحو وهو يعتمد على الصنعة، وهناك المعجم الذي يعتمد على المعرفة. فهذه طرق يعني داخل يعني تختلف العلوم فيما بينها في مناهجها، لكن أن نفصل أو نفرق بين هذه العلوم ما يصلح أن يكون نظام سنة هو نظام أنه ليس مبنياً على أساسه. نظام الفصل الدراسي لا يختلف اثنان عنه نظام حديث متقدم، لا يختلف، ولكن الإشكال في تطبيقه هنا، وسننتقل بهذا المحور الثاني، وهو هل يمكن تحسين هذا النظام نظام الفصل بتوفير كادر وظيفي متخصص ليؤدي هذا العمل في هذا النظام؟ نعم، هنا نستطيع أن يعني نستطيع أن نقول أن نلمس الموضوع الأساس في هذه النقطة، وهو أننا نتفق جميعا في النظام الفصل، ولكن يعني نختلف في ماذا؟ في ما يعني أو نتفق أيضا في أن العيب في نظام الفصل هو في تطبيقه وليس في حد ذاته. في تطبيقه المسؤول الأول نعم. هو الأستاذ الجامعي، هو المشرف. اسمح لي دكتور عفوا نعم. اسمح لي، أنا أتكلم على الكادر الوظيفي الذي يحرك عصب الكلية، أتكلم نعم. عن الكادر الوظيفي المهيئ من ناحية تطبيقه لاستخدامه للأدوات الإلكترونية، الكمبيوتر، في تنزيل المواد، في كذا. نلحظ أن في كلياتنا الآن تنزيل المواد يكون عن طريق الورق. نعم. ونحن الآن في القرن 21. نعم، هذا ما أبتدي به. يعني أريد أن أقول لك أن المشرف الأكاديمي أو المرشد الأكاديمي هو الأساس في هذه العملية، بحيث أن المشرف الأكاديمي يفترض أن 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 تكون هناك منظومة كاملة، ليس هناك كثرة موظفين في الفصل الدراسي، هناك منظومة كاملة وهناك مشرف أكاديمي يقوم الطالب بإنزال مواده ويصحح ويرشده المشرف الأكاديمي إلى بعض الأمور المتعلقة بالأولويات، ثم ينطلق عن طريق المنظومة ينطلق الطالب ليأخذ ورقة تنزيله وينطلق في محاضرة. هذا الكلام هل هو موجود الآن في كلياتنا؟ أنا حقيقة باعتباري عضو في مجلس الجامعة، الجامعة تسير بخطى يعني سريعة جدا جدا في إنشاء منظومة حديثة. أنا أعي أن هناك متى ستنطلق هذه المنظومة بحول الله؟ هي هناك إشكالية، أعطيت هذه أو هذا العطاء لشركة ما، يعني تأخرت هذه الشركة عن إعداد تلك المنظومة تقريبا حسب ما. كم سنة دكتور تأخرت لو سمحت؟ نعم، كم سنة تأخرت؟ لا، أنا أحكي على السنوات الأخيرة، هذه السنوات الأخيرة التي يعني قريب من مجلس الجامعة، لا أدري نعم. ما تم قبلها، لكن أنا أعي لدي معلومة أن الكليات مرتبطة بشبكة كاملة من سنة 2008، لم تفعل هذه الشبكة على الإطلاق. أنا حسب ظني هذه في السنتين الأخريين أخيرتين. نعم. هذه تم الاتفاق مع شركة كبرى لا يحضرني الآن اسمها، ولكنها ربما يعني تأخرت في مسألة الإعداد، ربما حولت هذه العطاء إلى شركة أخرى، لكن بالنسبة لمنظومة الجامعة أو زي ما نقول البوابة الإلكترونية للجامعة
الجامعة يعني تسير يعني بخطى يعني سريعة، ربما إذا أنجزت هذه ننتهي من المشاكل التي تعيق تطبيق الفصل الدراسي. عفوا دكتور، ننتقل لدكتور ساسي حول، نسأله حول نفس الموضوع، يعني هل لدينا الآن في كلياتنا الآن كادر وظيفي مهيئ لاستخدام الكمبيوتر، لاستخدام لإنزال مواد الطلاب، أم أن الطلاب يتدافعون حول في النوافذ لكي ينزلوا مادة أو مادتين كأنها جمعية ما؟ ونتكلم عن الواقع، واقع الكليات، كلية الاقتصاد، كليات الأخرى. عندما نتكلم، إذا أردنا أن نتكلم بشفافية يجب أن نتكلم بشفافية. الكادر الوظيفي الأفراد موجودين ولكن الكفاءات غير موجودة. ليس الكفاءات فقط بل حتى الأجهزة التي يفترض أن توزع على الكليات تجد نقص كبير في هذه الأجهزة. الموظفون الذين يوجهون إلى الكليات لم يؤهلوا لأن يقوموا بالعمل في هذا الجانب الذي سيخدم الطلاب بهذه السرعة، وإنما يوجهون على سبيل التوظيف، وهذه مشكلة ليست في الجامعة وإنما في كل مؤسسات الدولة الليبية. الشخص يوظف ويقوم بالجلوس في مكانه، فإن أدى عمله أدى وإن لم يؤدي فليؤديه غيره. هذه المشكلة، فالمشكلة ليست في التوظيف فقط وإنما تأهيل الموظفين. نحن الآن نستمع نحن في مكتب الجودة في مرة من المرات يدعونا إلى تأهيل الموظفين، نسمع أن عليكم بأعطونا أسماء الموظفين لكي نؤهلهم لكي يقوموا بالعمل في هذه المكاتب، ثم يختفي هذا الصوت أو تختفي هذه العملية كما تختفي الكثير من العمليات الأخرى. ولذلك كما قال الدكتور محمود، نحن نريد أن ندخل البوابة الإلكترونية والمنظومة الكاملة داخل الجامعة، وهذا الكلام قديم وليس كلام حديث، لكن كلما نتكلم نجد أنفسنا نقول الجامعة الآن اجتمعت، وإدارة الجامعة اجتمعت، ورئاسة الجامعة اجتمعت، ووزير التعليم اجتمع وأعطى تعليماته لرئاسة الجامعات على أن يطبقوا هذا العمل. عندما يدخل عملية التطبيق يدخل في ممرات ودهاليز، هذه الدهاليز تبعده عن التطبيق، ونعود ونجلس هذه الجلسة بعد 5 سنوات أخرى سنتكلم في هذا الموضوع بهذه الطريقة، وأننا قد فتحنا باب للبوابة الإلكترونية ومنظومة عظيمة جدا وقد منحت وصارت هناك شركات تتنافس عليه، ولكن ليس في شخص المسألة الفوضوية ليست في شخص واحد، لا في وزير ولا في رئيس جامعة ولا في عميد كلية، وإنما هي منظومة كاملة. نحن نشتغل منظومة كاملة، كل منا يعرقل الآخر حتى تبقى العملية بهذا الشكل. نعم، أريد أن أسأل سؤال الدكتور محمود. يعني الآن الواقع أن كثير من الكليات ليست لديها القدرة على التدريس في نظام الفصل، هذا الواقع الآن ملموس، ربما هكذا نراه نحن في حسب استبياننا. ونريد أن أسأل سؤالا هكذا سريعا، في سنة 2005 تقريبا أو قبلها قامت وزارة التعليم العالي بمراسلة الكليات حول من ترغب من الكليات في استخدام نظام الفصل ومن ترغب من بقائه على نظام السنة. فأجابت مجموعة من الكليات بأنها لا ترغب بالانتقال إلى نظام الفصل الدراسي كونها ليس لديها الكادر الوظيفي الكافي وليست لديها القدرة، لأن نظام الفصل الدراسي يحتاج إلى قاعات دراسية كثيرة، يحتاج إلى، لأنه نظام سريع، فليست لديها القدرة على ذلك. ثم فوجئوا في سنة 2005 بأن الوزارة فرضت هذا النظام فرضا. فهل هناك تنسيق بين الكليات والوزارة؟ هل هذا الإجبار يمكن أن ينزع لأن شخصا ما قد في سنة من السنوات قام بفرض هذا الأمر؟ هل يمكن أن تلبى رغبة هذه الكليات الآن لو تقدمت بهذا الطلب؟ نعم، حقيقة أنا لا أدري أي الدراسة العلمية التي أجريت حتى أثبتت أن نظام الفصل الدراسي قد فشل في كليات الجامعة. لا نقول نظام الفصل، لا عفوا دكتور، لا نتكلم عن فشل نظام الفصل وإنما عدم قدرة الكليات. نظام الفصل نظام ممتاز، لا ما تفضلت به في البداية أنه أثبت فشله في كثير من الكليات، لكن هذه يعني ربما لا نتفق فيها، نختلف فيها. نعم، لا يعني ليس في ذاته وإنما في أدوات التي ستؤدي إلى نجاحه. نعم، نحن من سنوات نسير في الجامعة نسير بنظام
استخدام الفصل الدراسي، واعتقد ان يعني طلابنا الذين تخرجوا من الجامعات اكملوا دراساتهم في جامعات العالميه وتخرجوا منها، الدليل على انهم تحصلوا على تعليم جيد وعلى نظام دراسي فصلي ناجح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نحن أعتقد أيضا دكتور، نحن نتكلم على المتميزين من الطلاب، نتكلم على وطن هنا، نتكلم على وطن. نعم، يعني هل نحن متقدمون دكتور في تعليمنا؟ وصلنا إلى مرحلة متقدمة بسبب هذا النظام مثلا؟ نحن راه يعني مخرجاتنا دكتور راه ضعيفة إلى حد ما. يعني لا استاذ دكتور كمال، لا اخي عزيزي، نعم، يعني يحتاجها تخرير الحقائق الى دراسه علميه فاحصه وتتخلل استبيانات وارقام حقيقيه حتى نقول نحن يعني لا يكفي الواقع الملموس دكتور، الواقع لا يكفي ان يعني احكام انطباعيه، لابد العمليه من ارقام. نحن يعني صحيح ليست احكاما انطباعيه دكتور، نعم، يعني دكتور عفوا ليست احكاما انطباعيه، ولكن هذا واقع معيش يعني نعيشه ونراه في مدارسنا. يعني الان خرجوا كليات التربيه على سبيل المثال، أنت عميد إحداها، يعني الآن يتخرجون كمدرسين، هل فعلا الخريج يستطيع فعلا في التربية العملية أن يدرس فعلا بجودة؟ نعم، أكرر لك، أنا لا أستطيع الإجابة حتى يكون هناك دراسة ميدانية حقيقية من خلال خبرتك عفوا. نعم، من خلال خبرتك. والله يعني أنا متفائل خير يا أخي. وأنا أيضا. نعم، هناك يعني هناك من تخرج، نعم، منا وذهب إلى حقل التعليم ودرس هناك وأبدع في مدرسته، هناك من سافر وأكمل دراسته وكان بين مجموعة من الطلاب من مختلف دول العالم وتميز، فيعني نحن إن شاء الله بخير. يعني العملية، النقطة الثانية التي استفسرت مني عنها وهي مسألة التصويت للفصل الدراسي، هذا قرار استراتيجي لا يمكن أن يخضع للتصويت، على الوزارة وعلى الجامعة أن تسير في هذا القرار في نظام الفصل الدراسي على أن توفر له الإمكانيات التي تحقق نجاحها. دكتور ساسي، سؤال هكذا، يعني من خلال ترأسك للجودة في القسم، هل مخرجاتنا بالجودة الكافية بحيث يمكن حقيقة أن نفتخر بها بين أم أن هناك متميزين وأن هناك نسبة من المتوسطين وأن كما في بقية يعني هل نجح نظام الفصل في الرفع من كفاءة التعليم في بلادنا؟ هل نجح هو كما نظام السنة أم أن خريجي نظام السنة هم الأجود الآن وهم الذين لا؟ هو عامة يعني في ضعف، يعني حقيقة لابد لنا أن نعترف بهذا عامة، لأن هذه العملية التعليمية، ولكن من حيث الحقائق لابد من وجود استبيانات كما قال الدكتور، نعم، محمود، تبين هذا الأمر. لكن أيضا في هناك في يعني في فروق بين الكليات، يعني الكليات التي استقرت في مناهجها وفي إداراتها وفي نظامها التعليمي هي يعني خطت خطوات جيدة، لكنها مع هذا تحتاج إلى تزويد من ناحية التقنية. يعني عندما تكلمنا على كلية العلوم وكلية الهندسة هي فعلا كليات انتظمت، ولكنها محتاجة إلى تطوير في بنياتها الداخلية في المعامل وغيرها. الكليات التي عانت وتضررت من الإدارات هي كلية الحقوق وكلية اللغات وكلية الآداب وكليات التربية في هذا المجال. هذه الكليات تضررت من التغيير الإداري الذي يطرأ عليها بين الحين والآخر، إلى درجة أن الكثير حتى ملفات الأساتذة ضاعت، لأن كل في بعد فترة وأخرى يتغير المكان ويتغير المكان وتتغير التسمية، ومن كلية اللغات إلى كلية العلوم الإنسانية إلى كلية الآداب إلى كلية، فهذه المتغيرات هذه تضيع عملية السير في الخط المستقيم. هناك كليات تسير في خط مستقيم، نحن ننحرف عن الخط، فالانحراف يسقط الكثير من الأوراق، فهذا الذي ضاع. ولكن لو سرنا في هذا الخط المستقيم، أو لو أعدنا التركيبة، نعم، وقرت وزارة التعليم العالي ومنظومة الجامعة أن تستقر الكلية كما هي. نحن عندما ننظر إلى الجامعات المصرية على سبيل المثال، نعم، وعندما ننظر إلى كلية الألسن التي أسسها رفع نعم الطهطاوي سنة 1935، نعم، ما زال هذا الاسم
وما زالت هذه الكليه موجوده. نعم التطور يحدث، اذا اردت ان تنشئ كليه اخرى. نعم دكتور. عفوا دكتور، كاد الوقت ان ينتهي، اريد ان اسال الدكتور محمود، هل جامعاتنا بخير؟ بعجاله لو سمحت. بخير. بخير ومتقدمه؟ بخير، ونحن نخطو خطوات يعني 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 جامعه طرابلس تحديدا تحديدا. نعم. نتكلم على جامعه ليبيا بصفه عامه. نعم انا اتحدث عن ليبيا وهي كبرى الجامعات يعني. نعم. بداخلها كوادر وخبراء من اعضائها التدريس. جميل. يعني نعم. وهناك نعم. طلاب حقيقة يعني ينبئون يعني إن شاء الله بمستقبل زهر. انتهى الوقت. عفوا دكتور، نفس السؤال، هل جامعاتنا الآن بخير متقدمة أم أننا بعيدون عن الغرب بعدا كبيرا؟ هكذا الغرب المتقدم. عفوا نحن نريد أن نتفائل دائما، الإنسان يتفائل. التفاؤل يتفائل خير. والواقع نريد الواقع. والواقع يجب أن نصحح. يجب أن نصحح إذن ما نقع فيه من أخطاء كي نسير في الخط الذي تسير فيه الأمم المتقدمة. نعم. شكرا جزيلا دكتور ساسي سعيد، رئيس قسم اللغة العربية بأكاديمية الدراسات العليا، على وجودك معنا. كذلك نوجه الشكر الجزيل للمتحدث الرسمي باسم جامعة طرابلس، رئيس عميد كلية التربية بن غشير دكتور محمود. والشكر موصول لكم أيها السادة المشاهدون على حسن متابعتكم. لقاؤنا يتجدد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.